أعزائي المتابعين، يسعد قلوبكم يا رب. اليوم راح نطبق مع بعضنا كيكة الجزر، راح تتناسب كثير مع المبتدئين. أتمنى أنكم تعجبكم وتطبقوها، ولا تنسوني من لايكاتكم ومن مشاركاتكم معي على القناة. Welcome dear viewers, today I'm preparing carrot cake. Please don't forget your likes and subscribe. Ingredients English and Arabic attached below. راح احتاج ingredients cake mix، خليط الكيك الجاهز، white or yellow، اصفر او ابيض بدون نكهة، without flavor. راح احتاج الى 3 بيضات 3 eggs، كوب من الماء البارد cup of cold water، ثلث كوب من الزيت 1/3 cup of oil، وكوب من الجزر المبشور cup of grated carrot، كذلك 1 spoon of cinnamon powder، ملعقة من الدارسين الناعم or 2 spoon، ملعقة إلى ملعقتين. كذلك راح احتاج إلى نص ملعقة من كربونات الصودا، 1/2 spoon of بيكربونات of صودا. في البداية راح أجي أخلط البيض مع الزيت ومع كوب بالماء. I will mix eggs and oil with water. راح أخلطهم بشكل جيد، بعدين راح أضيف الجزء من الخليط الكيك. I will add also 1/2 of كيك ميكس، وراح أخلطهم مع بعض جيدا. بعد كده راح أضيف باقي خليط الكيك وملعقة السبون ملعقة الدارسين والبيكربونات الصودا، وأخلطها كلها مع بعض. Then I will add كيك ميكس and cinnamon powder and bicarbonate of soda. Then mix it together، راح أخلطها مع بعض. وبعد آخر شيء راح أضيف كوب الجزر وأخلطها باليد. Then I will add cup of grated carrot to mixture and mix it together After that I will put in silicone mold or silicone or cupcake as you like. راح أوزع حبات كذا في القوالب. أنا استخدمت سيليكون مولد اللي هي القوالب السيليكون، وراح أجهز إليها خليط الكريم شانتي، وراح أحط عليه نكهة الليمون للزينة. At the end I will decorate cake with cream shanty with some nuts and carrot. راح أقدمها بهذه الصورة مع الكريمة الشانتي، وأزينها بالجزر أو المكسرات. وهذا راح يكون الشكل النهائي، وأتمنى أنها تعجبكم، ولا تنسوني من لايكاتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم، وأتمنى أنكم تشاركوا الفيديو لحبايبكم. Please my dear don't forget your likes and subscribe and share this video.